السلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشرة من ذو الحجة. تبرعكم معنا بدرهم واحد فقط يوميا يساهم في تغيير حياة الكثير من الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة تهدد حياتهم ومدهم بالأمل والقوة اللازمة لتحمل رحلة العلاج. ساهموا معنا في حملة درهم الأمنيات لرسم البسمة على وجوههم وإدخال السعادة على قلوبهم.